وصلنا لفقرتنا الأخيرة ورح نحكي فيها عن إعادة تدوير الأشياء، وخاصة يلي موجودة عنا بالبيت، وفن يلي بيساعدنا باستغلال كتير من الأشياء حوالينا يلي قد تكون مهملة وما شايفينها، لكن إذا استخدمناها ورجعنا عملنا إعادة تدوير لها من جديد ممكن نستخدمها وممكن نعلمها أكيد كمان لأولادنا وخاصة لبناتنا. رح نحكي أكثر عن أفكار جديدة لإعادة التدوير مع نغم الحسين. صباح الخير نغم. أهلا يسعد أهلا وسهلا فيكي. صباح النور. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي نغم. بالبداية بنرجع هيك من 5 سنين لهلا، كنتي آنسة رسم وبلشتي أكيد بالرسم، خلينا نحكي كيف حبيتي تبلشي بشغلة إعادة التدوير وشو هي بصمتك فيها؟ بالبداية أنا كنت أتعامل مع الأطفال بحكم أنه كنت مدرسة تربية فنية، تعاملت مع الأطفال وكتير حبيت الشغل، كان كتير ممتع. من خلال الرسم حبيت أنه للطفل أنه كتير بيحب يقوي المهارات، تقوية مهارات، تقوية عضلات الطفل، فهي فكرة كتير لقيت فيها استجابة بالنسبة للأطفال من خلال الرسم، وحبيتهم أنه حسيتهم أنه عم بيحبوا أنه فكرة الأعمال اليدوية ميالين لها بشكل عام أكثر من الرسم. طبعا في ناس ميالة للفنون لخطوات الرسم التعليمية، وناس ميالة أكثر لأنه تصنع مجسمات، وهذا الشيء بالنسبة كتير ممتع للأطفال وكتير فيها تقوية عضلات لمهارات الطفل. نعم نغم، خلينا نحكي كيف بمصاري أقل فينا نستفيد من أشياء يمكن هي مثل أناني هلا شايفينها بإيدك تشتغليها لايف، وحتى المواد إنه هي رخيصة، ما أنا شيء كتير غالي يعني في كل بيت يجيب منها. هلا نحن أنا بس حابة أحكي بكل بيت بكل أسرة نحن عنا دائما في عنا ممكن أشياء نستفيد منها. سيدة المنزل ممكن ترميها، لكن هي بالنهاية ممكن نحن نصنعها عمل لطفل وممكن نصنعها عمل لسيدة منزل أيضا تستفيد منه. فنحن اليوم حبينا هيك نستفيد من فكرة القارورات البلاستيكية الفارغة أيضا مثل ما أنا شايفين رح نباشر بالعمل. نحن عنا عبوة فارغة مثل ما ملاحظين، طبعا مهملة، سيدة المنزل ممكن ترميها بس نحن ما رح نرميها هلق، حناخدها لنحافظ عليها. الفكرة فيها انه نحن رح نستفيد من هذا الجزء، هو القنينة بتاخد شكلها الاساسي. هلق رح اخذ المقص مثل ما أنا ملاحظين، بدنا نبلش انه نحاول ناخد الجزء الأساسي إنه نقص القنينة. كتير منا نداري موضوع عملية القص بالنسبة للأطفال، طبعاً يفضل إنه يكون في أعمار كبيرة. عملية القص وهيك الأم خليها هي تقص لهم وتجهز لهم إياها لحتى يشتغلوها، حتى الطفل قادر إنه هاي، لكن مع مدارة استخدام المقص بشان إنه ما يجرح حاله. طبعاً مثل ما نحن شايفين وملاحظين منا نصنع الشكل الدائري بالبداية لأنه هي بالأساس العبوة شكلها دائري. شو فكرة تصنعي بها العبوة؟ هلق رح نعمل مثل منظم مكياج بنحط فيه أغراضنا الشخصية، سواء لصبي، طبعا الصبي ما أكيد بانه ميال لموضوع المكياجات بس ممكن يحط أغراضه الشخصية حتى أقلام. تمام. وبالنسبة للبنات ممكن تحط فيها هيك إكسسوارات أشياء الخاصة. أكيد. على شو بتعتمدي باختيار الألوان؟ طبعا على ذوقك الخاص. كيف؟ اختيار الألوان، تناسق الألوان، شو الأفكار كل اللي إنسان له ذوق، هي بالنهاية بترجع لذوق فني شخصي، بس نحن دائما بنراعي إنه مثلا ما يعني الألوان تكون متطابقة مع بعض، هيك نكسرها شوي ما تكون كتير متداخلة مع بعض. هلا ايضا من الجزء الاخر الجزء الثاني يعني نحن بس استخدمنا الجزء تمام بنص القنينه مثل ما شايفين نحن قصينا. المهم احصل انا على شكل دائري. تمام. طبعا انا رح احكي شغلي، هذا الجزء كمان ما رح نرمي، انا صح بدي استفيد من الجزء. نغم خلينا نشوف كيف مستفيد منه بقصص ثانيه هون قدام العيون. هذا الجزء رح نستفيد منه مثلا بهذا العمل،
طبعا احجام العبوات بتختلف، مثلا هون الحجم الكبير هون الحجم الوسط، هاي كثير بتلعب دور. هون صنعنا سله هيك بسيطه صغيره، ممكن ايضا اي حدا تستفيد منها سواء سيده المنزل وسواء حتى الطفل، للاطفال كثير بينبسطوا يعني بس المستعمل هيك اشكال. يعني نحن ما عملنا شيء غير بس استفدنا من الجزء الاخير. تمام. طبعا نحن فينا نستفيد من التزيين بطريقه مختلفه، لهي بترجع اعتمادنا اليوم نحن على الشكل الاساسي هذا يلي هو الشكل الدائري. هلا نحن بدنا نصنعه بشكل قلب، يمكن شوي احيانا انه الشخص يلاقي صعوبه انه كيف بده يصنعه بشكل قلب. هي عمليه سهله، انا اخذت الشكل الدائري بعد ما اني قصيت، وكثير بندير بالنا انه الاطفال ما يجرحوا ايديهم كمان بالبلاستيك، ممكن الاهل يحفوا لهم اياها شوي في مواد تستخدم بالمنزل. هلا اول شيء راح اعملها بشكل مستطيل على الشكل التالي. تمام. انا راح استفيد من المحاور الاساسيه، المحور يلي اخذته هون. تمام. هلا مو اخذت محور، انا تشكل عندي عمليا هون محور. هلا بدي بلش على الشكل التالي، اثنين ثانية. هي الفكرة فقط في الثانية، أنا حتى هون ما راح استخدم شعلي وما راح استخدم لاصق أي مادة لاصقة. أنا هون عملت ثانية، أيضا هون استفدت من خط محور عملته، أيضا راح استفيد منه اللي راح يكون معي على الشكل التالي. فأنا بالنهاية حصلت على شكل قلب. تمام. تمام. انا حصلت بالنهايه شو خطر على بالك تعمليها فكره قلب؟ شو ممكن السيده تستفاد من هلا؟ لانه نحن هون بدنا نصنع، وقت اللي بدك تصنعي علبه، هلا انا اعطيتك نموذج انه نحن صنعناها مثل ما هو، هلا النموذج الثاني مختلف تماما. نحن مثلا ممكن فينا انه نغير نعمل انه مو شرط نفس النموذج الروتيني، نحن لازم نكسر ونعطي حركات أكيد. فنيه يعني لدرجه مثلا للشخص ممكن ما يخطر بباله انه هي من عبوه فارغه. وانت كل ما اعطيتي تقنيه اكثر، كل ما حطيتي بصمتك بالتعليم تمام، حطينا البصمه الفنيه اكثر. فنحن حصلنا على شكل القلب. هلا رح نجي نستفيد من بعض الافكار يلي هي رح تكون نستفيد من ورق الايفا بشكل عام، متوفر بالمكتبات. وقت اللي ما يكون في عندنا ورق ايفا او ورق فوم، فينا نستخدم الورق الملون، واذا ما في ورق ملون كمان الورق الابيض العادي مع التلوين كمان نحن قادرين نصنع فيه شيء. نعم. طبعا حتى ما يضاهمنا الوقت خلينا نشتغل نحن وعم نحكي اذا بتريد. تمام. نحن هلا رح نبدا بالقص، ايضا بناخذ قياس 1 سنتي مثل ما احنا شايفين من الخلف. هدول رح نبلش بعملية القص مشان هي فكرة مستطيلة بدها تطلع معي. أنا رح بلش بتزيين القلب بالشكل التالي، طبعا هو بيجي لاصق كمان، أنا حبيت نوه عن هاي الفكرة. هون بترجع يعني للطريقة اللي يعني لذوق الفني عند الشخص مثل ما ملاحظين بهذا الشكل. وهاللون بحبه كثير انا، هي من الالوان المحببه سواء بالنسبه للاطفال وبالنسبه طبعا انا. بس للاستراحه نحن رح نحصل بالنهايه على هذا الشكل. تمام. بس عملنا خطين مستقيمين، خط من فوق وخط من تحت، بالاضافه نحن حنصنع قاعده. ممكن كمان نعمل شيء بالنص مكان اللاصق، كمان فينا نعمل شيء او نحط اذا بدنا نهديها لطفل نحط اسمه طبعا، او نبتكر اشياء كمان خاصه طبعاً. فينا هلا ايضا بعد انه ما صنعنا هذا الشكل، نحن قد ما كان عندنا عبوات واخذنا اشكال، فنحن بالنهايه بدنا يكون عندنا الفكره انه نحن بدنا نبلش نرجع اخر شيء بدنا نلصقهم مع بعض بهذا الشكل. تمام. لنحصل طبعا بعد ما صنعنا القاعده هني على هاي الاشكال ثلاثه. فانا بدي احصل على علبه بالنهايه. طبعا مثل ما نكون شايفين رح نستخدم اللاصق بس مشان هلا
يعني مثل ما عم نتابع هي كمان فينا نستفيد منها بكثير قصص. تمام. نغم يعني اكيد رح تتلزق، ولكن كيف بتصير؟ بس رح نعرض الشكل النهائي. أوكي. اول شيء ها هي القاعده اللي رح تكون حصلنا عليها من الخلف. القاعده الاماميه بهذا الشكل، هي شكل قلب طبقناه هون قد ما كان عندنا عدد، العمل بده يكون اكيد اجمل. طبعا. وفينا نستخدم باكثر من نعم. تبانيه. خلينا كمان نشوف شو معك غراض جاهزين لانه بدنا نختم في هذا العمل ايضا. من هي من الطرف الاخير من كمان من الطرف الاخير، بس انا هون فكرتها حبيت انه نحن احيانا بيتواجد عند سيده المنزل ايضا اشياء مثل القماش، مثل يعني كمان مو شرط ورق. انا هون عملتها بعباره عن لفه قماش تمام، اخذتها من فوق ومن الخلف، وكان ممكن نرجع نزينها بطريقه تقنيه أكيد. فنيه اكثر. اكيد بصمتك كثير حلوه نغم، ويعني هذا الشيء كثير حلو، وحتى انا يعني الصغار بيستفيدوا منها، واكيد كمان الكبار. طريقه سهله انه يعملوها الاولاد سهله كمان. واعاده التدوير هذا الشيء كثير حلو، كل حدا فينا اكيد بيحبه، من اشياء بسيطه عنده بالبيت ممكن يستغلها بشيء مفيد. نتشكرك كثير لوجودك معنا، واكيد بنتمنى لك التوفيق نغم. تسلمي. شكرا. شكرا نغم. اهلا وسهلا فيكي ويسعد صباحك.